المسرحية تحمل عنوان الفتاة الناصرية، تأليف رجاء الدويل والإخراج جماعي لهذا المجموعة. كنطلب من الجميع كما عملنا البارح وشجعنا النادي لعرض المسرحية ديالو البارح، اليوم أيضا نشجع هذا الشباب اللي جاو من دار الشباب بلوسة تحصان جراش. هاي بنتك هادي الله ما لها فيانا ايوا عايت انت العروسه تجي يسرعش اقرا قاش نعيط لا تبارك الله ما تكذب بزاف شوف 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 كيف عامله عاد شوف انا طريش هادشي ما حشرت تما بس بلاصه فانا قرات الرساله اش لا صحنا انا يمك ماشي الخطبه شفتها عامر ولا والله العظيم انا شفت خالتك كان مجنونه بصك اراضيك العكه زي ما صافي صافي عز بلا شيء انا بغيت نفاخ راح صرت لك جنابه ماشي براتب لا سمن لا حول ولا قوه سبح اكثر مجرمين داك الحي بعين لا لا انا نلقاكم معقول عاونا قاس السما قلت لك نوصل ليها صافي غادي ايوا صافي خليهم بعدا غير يجلسوا قدام بعضيتهم باش تعرفوا واش كيتو على بعضهم يجلسوا قدام بعضيتهم يا بعطيتهم يا رجل بعطيتهم اجي نطلب على السلم نساو العب يا انت نجوجه كيف عليك بلا تسمح شي مره غير عاهره هذيك زنكه سي مشوجه اش تقولوا هنا نتوما لا اجي نشري لك تشوكاكي لا تغلق الماء لا تغلق الماء وتغلقها العايله قاع عقله اوكي عقلك تصيبه اما 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 شو اسمك هاي مونكا هذي ايه مارغريتي ايه مارغريتي كامل الجزء المطلقه كامل سينيورا دي مالاغا بور فافور الله 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 قلبي لا قلبي لا قلبي اي ما قلبي اي ما قلبي لا تسمع تسمع شي عسكر ايوا راه ما دخلتش على خالتو ما ديركم هنايا وهنايا باش نكملوا داكشي هذا وديها اجي شحال ناس كاينين في الصداق يا ولا المهم شحال من طلب نسيت كيف شحال من طلب شحال شريفه اي اسنو توتا شحال كاين في الصداق اسمح لي سينيوريتا بحال بحال المهم ما كتبتش انا دوكا شحال واش كاين في الصداق 10 مليون اي ما راه المليون قلبي عرفتي شنو نستعمل دابا ديها هي هي ويماها سيدنا هديها معاها Come on.
اش حاس كيفاش كيعتبرها كيفاش كتفكر اش حاس يقدروا يضحكوا بيها وكل شيء. اذا كنقدم لكم دوره الام اللي جايه لي طحنطات اميمه بودعش ودور الاب اللي تقامته عبد الخالق زايدي ودور الخطيب اللي تقامته حمزه زايدي ودور سينيوريتا دي ملاغا بور فابور اللي تقامته شخصيه صغيره هيبه دهدل ودور الجده اللي تقامته ملك ازيبو ودور العروسة والفتاة الكبيرة اللي تقمصته يسرى سلامي ودور بالجونة اللي تقمصته رجاء دويل. شكرا. جينا من مدينة طنجة إقليم فحص أنجرة جينا نشاركوا هنا أول مرة نشاركوا في الملتقى الجهوي لمسرح الشباب مسرح وشاركنا الحمد لله عجبنا النصائح دي يعني دي مؤطرين لنا يا والحمد لله نتمنى نكونوا نال الاعجاب ديالو نتمنى نرجعوا مره اخرى. نعم بالنسبه للتاليف ديال المسرحيه المسرحيه معنا ما كانش شي واحد باش كيعاونك كنفوا مع بعضنا نتوما عملتوا تاليف جماعي والاخراج جماعي وكل شيء عملتوه جماعي كل واحد فكره هذه اللي كتعجبو هذه كنصبوا مع بعض اسمو كان نعم كيفاش تبعت الفرقه ديالكم دابا شحال دابا هذه باش نتوما من لوسا يعني شحال 3 سنين دابا 3 سنين دابا نتوما مره كنعاودوا الفرقه ديالكم شي شهر الفرقه ديالكم كتنشر دار الشباب الفرقه ديال دار الشباب